نشوف زميلتنا العزيزة كريستينا عياد اللي كانت موجودة في موقع الحدث كالعادة من دبي، وافتتاح وحفلة خاصة لفيلم مصري كان متواجد هناك بقوة، ابن الحاج أحمد. ابن الحاج أحمد مع فنانين وأسد زيت وأسئلة كتيرة جدا. لا شيكو أول مرة بيؤدي بطولة منفردة ومن يعني غير هشام، بدون هشام ماجد ولا احمد فهمي، وبطوله لوحده. كريستينا بقى هتقابلهم هناك ونفهم ايه الموضوع. ايوه، خلينا نشوف كريستينا قابلتهم وحكت معاهم في ايه، وبعدها فاصل ونرجع نقابل الاستاذه نهاد ابو القمصان في لها راي اخر. احنا طبعا شفنا قد ايه الفيلم نجح، اكيد في تعليقات بالايجاب وتعليقات بالسلب، والناس كلها متفاعله مع الفيلم. انت ايه شعورك شخصيا لما بتشوف التعليقات سواء بالايجاب او سواء بالسلب؟ ده بيكون شعورك انا بسمع كل حاجه والناس الناس كمان في ميزه، الناس ما بتتكسفش تقول لنا، احنا الناس اصلا بتعتبرنا زيهم كده او منهم، فالناس اصلا ما بتتكسفش تقول لي حاجه فيها حاجه سلبيه. ففي حاجات بالايجاب وحاجات بالسلب، الناس بتكلمنا عادي وبتقول لنا. دي اول بطوله منفرده لشيكو، كلمني ايه اللي شدك في الدور وخلاك تقول انا هعمل الدور ده؟ الحلو فينا هو الشخص الايجابي قوي شالتا، ده شخص ايجابي جدا وعايش اللحظه جدا. انا بحب الشخصيات اللي هي تبقى بتفكر عندها منطق، كوميديا مع سسبنس كده، شو لا هي عندها منطق غلط دايما في الحياه. هو اللي بحب الكاركترز. انا اتحشرت يا اسطى. اول فيلم من غير هشام ماجد واحمد فهمي، في اقاويل كتيره وفي تصريحات كتيره عمالين بيقولوها، لا ده شيكو مش هيتعاون تاني، دي بدايه النهايه. ايه حقيقه الكلام ده اللي احنا بنشوفه او بالتعليقات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا؟ احنا عندنا انا وهشام اهو في شهر 5 نزلنا بارت 4 شغالين في اللعبه، يعني مش اي حاجه والدنيا كويسه. وهشام الفيلمين اللي نزلوا اللي فاتوا دول كنا اوريدي شغالين في اللعبه، ما فيش اي مشكله. انا وهشام شغالين مع بعض على طول. شفنا طبعا اللعبه ثلاثه، عمل ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا، كان في الموسم اللي فات في رمضان. اللعبه الجزء الثالث ده اتعرض السنه اللي فاتت اصلا في شاهد، فهو مش جديد، واحنا اتفاجئنا بردود الافعال الحلوه عليه اصلا في رمضان، لانه قديم يعني، حتى الناس تتفرج عليه اتفرجت عليه قبل كده، وده ميزه اللعبه بالنسبه لنا، الناس تتفرج عليه على طول، شغاله على طول في شاهد، هو في التوب 10 على طول السنه. اللي شفته عشان تكمل التجربه يعني اكتر من مره ورا بعض بينك وبين شيكو؟ بص احنا طبعا صحاب، واول فيلم لشيكو لسه بقول لحضرتك سمير وشير وبهير، ده اول فيلم لشيكو انا اللي عامله، تاني فيلم، بس اول فيلم الحمد لله حقق نجاح كتير جدا، فاحنا اوريدي الكيمياء موجوده، وبقين بقالنا 4 سنين مع بعض بنعمل مسلسل اللعبه بالنجاح بتاع اللعبه الحمد لله، فده طبعا بيخلي كميتنا اقرب، فاهمين بعض، ما فيش المشاكل بتاعه اول فيلم. بعد نجاح اللعبه ما فكرتش تدخل بنفس الكرو الفيلم بتاع ابن الحاج احمد قبل ما تبدا يعني، وانت بتفكر في الكرو بتاع العمل؟ يعني احنا كنا بنفكر طبعا، ان شيكو بيحب يعني يشتغل مع الناس اللي هم بيرتاح لهم وتعود عليهم بقالهم 4 سنين مع بعض، بس كان الفكره الاكبر مصلحه الفيلم، ان احنا عايزين وجوه مختلفه، ناس جديد على شيكو وعلى طريقه شيكو، يبقى في ضحك مختلف، في ضحك جديد. معتز التوني هو مخرج وممثل، انت من وجهه نظرك الشخصيه ايه الاصعب وايه الاحب لقلبك؟ هما الاثنين يعني مكملين بعض، بس كل واحده ليها طعمها، انا بحب طبعا الاخراج. مبسوطين ان انت معانا، وحابه اكلمك طبعا نقله كبيره جدا ما بين مربوحه وما بين نبيله. مظبوط. عملتي ازاي الموضوع ده؟ قدرتي تنقلي كده بسرعه ازاي؟ ايه اللي حببك في الشخصيه او ايه اللي خلاكي تختاري شخصيه نبيله، وقدرتي ازاي تفصلي بسرعه ما بينها وما بين مربوحه؟ من الورق اصلا الموضوع كان شكله حلو قوي، والنجوم اللي كانوا موجودين شيكو معتز التوني المخرج، استاذ سيد رجب واستاذ صبري فواز ومصطفى غريب حبيبي اخويا، فالناس دي كلها عملت طعم تاني للتجربه. لما انت بتبقي شغاله مع ناس انت مبسوطه معاهم بتطلعي احلى حاجه عندك. مختلف، هو فعلا مختلف خالص عن مربوحه، والحمد لله الناس حبته. يعني انا كنت قلقانه ان الناس ساعات من كتر ما الجمهور بيحب شخصيه معينه لما بتتغير بيبقى بيحصل له يعني هزه كده، لكن لا يخلو الامر من الانتقادات، وده شفناه في بدايه المسلسل او الموسم اللي فات. الموضوع في الاول بيخض، ولكن بعد كده بتبقى يعني ساعات بيبقى فيه سايد افكت لكل حاجه،
فانت في الاول وفي الاخر بتعامل مع الموضوع ببساطه. ايه شعورك لما بتقارني بنجوم كبيره رغم ان انت لسه في بدايه مشوارك؟ ده بتبقى حاجه مفرحه جدا، ببقى مبسوطه ان الناس شايفاني في حته معينه. شفنا نجمه جميله زي دنيا سمير غانم، ولقينا ان هي بروح طيبه جدا ورائعه، جات لك وقدمت لك ورد، وده مثلك ايه لما نجمه كبيره تعمل كده؟ انا ما خدتش مكان استاذه دنيا في المسلسل، كانت هديه كاركتر كلنا حبيناه ومربوحه كاركتر تاني، وهي موهبه جباره ما حدش يختلف عليها. انا فان، انا بعامل دنيا سمير غانم ان انا فان بالنسبه لها.